قدم تاج لايف ستايل مهرجان الشوكولاتة بمناسبة عيد الأم ليتم استعراض ألذ أنواع الشوكولاتة والحلويات، وهو المهرجان الأول من نوعه في الأردن. هذا المهرجان عبارة هو عن مهرجان الشوكولاتة سبيشلي. المهرجان هذا مهم منشان نعرف الناس كيف إيش في أشياء نسويها بالشوكولاتة، طريقة الاستخدام، نعرفهم إيش حسناتها إيش سيئاتها، كيف إيش المواد المستخدمة بالتارتس بالكيكس بالأشياء للشوكولاتة عندنا. تضمن المهرجان الممتع مجموعة من الشوكولاتة والكيك والهدايا المميزة ليرى الحضور إبداعات عمل الشوكولاتة ولتعشقها العين قبل أكلها في هذا الحدث الترفيهي الضخم، حيث تستمر فعاليات المهرجان لغاية 26 من الشهر الحالي. لا تقتصر الشوكولاتة المعروضة على شكلها الجذاب والمميز، بل يضم المهرجان أيضاً زاوية للأطفال لصنع الحلويات المتنوعة. يذكر أن علامات تجارية وشركات كبرى شاركت في المهرجان. من الفعاليات المميزة التي يقدمها المهرجان مسابقة تتنافس بها الأم على ابنتها على شكل فريقين من خلال مدة لا تزيد عن 30 دقيقة في صناعة أشهى الحلويات، والفريق الرابح بيكسب قسيمة شرائية من تاج مول بقيمة 300 دينار أردني. هذا مهرجان الشوكولاتة اللي قايمين فيه تاج مول، هو مهرجان الشوكولاتة الأول في الأردن. زي ما أنت ملاحظ إنه هو فيه كل إشي مختص بالشوكولاتة، من شوكولاتة لبوزة لقهوة، أي شيء له خاص بالشوكولات موجود في هذا المهرجان. زي ما أنت ملاحظ السيت اب اللي عاملينه كتير حلو. من الفعاليات الموجودة بهذا المهرجان كمان رح يكون في مسابقة طهي، الحلو فيها إنه كل أم وبنتها بيكونوا بفريق. أيمن الحمود، رؤيا.